الوضع في شمال فلسطين المحتلة أسوأ بكثير من غزة، ولا حل لدى الجيش الإسرائيلي لمسيرات حزب الله. الجيش منهك ومستودعاته غير ممتلئة، والهجوم على لبنان سيتسبب بكارثة على إسرائيل. هذا ما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية التي رسمت توقعاتها لسيناريو الحرب مع لبنان، معتبرة أنها ستتسبب بخسائر هائلة في البنى التحتية وبين المدنيين لدى الطرفين. وأكثر ما يقلق إسرائيل هو امتلاك الحزب لأسلحة دفاع جوي لا تزال غير واضحة، كانت نتيجتها بالأمس غياب شبه تام للمسيرات الإسرائيلية عن سماء لبنان. يوم أمس شهدنا غياب شبه كلي للطائرات الإسرائيلية والمسيرات الإسرائيلية باستثناء تحليق مسيرة واحدة في منطقة مرج عيون كرشوبة، وهذا يعود لسبب أساسي أنه في اليوم السابق كان قد تم ما يسمى بالإغلاق الراداري. الإغلاق الراداري يعني أن الطيار تلقى إنذارا بأن طائرته أصبحت هدفا لصاروخ أرض جو، هذا يعني أن هناك منصة أرضية أرسلت إشارات كهرومغناطيسية وهي تلاحق هذه الطائرة، وهذا أجبر الطائرات الإسرائيلية على إخلاء سماء لبنان. قد نشهد في الأيام المقبلة فيما لو قام الطيران الإسرائيلي بخرق سماء لبنان خاصة على ارتفاع منخفض، قد نشهد سقوط لطائرات F-15 أو F-16. سيناريو الحرب بين إسرائيل وحزب الله سيكون نارياً، ووفقاً لصحيفة هارتس فإن القوة الصاروخية لحزب الله ستشكل تهديداً كبيراً في حال اندلعت الحرب. وقالت الصحيفة: الجمهور لا يستوعب الفارق بين صواريخ الحزب وصواريخ حماس، ففي الأيام الأولى للحرب قتل 20 إسرائيلياً بالصواريخ التي أطلقت من غزة، ولكن عدد الصواريخ التي أطلقتها حماس في اليوم الأول كان قرابة 5000 صاروخ. ولفتت إلى أن الحزب قادر على فعل ذلك لمدة شهر أو أكثر، وبالعديد من الصواريخ الثقيلة وبعيدة المدى والدقيقة، ما سيؤدي إلى سقوط المئات من القتلى، وستواجه مدن الشمال والوسط تهديداً لم تشهد له مثيلاً في الماضي من حيث الحجم والقوة. الجمهور الإسرائيلي نعم هو لا يدرك حجم الخسائر التي ستلحق بإسرائيل، لكن كل التقارير العسكرية الإسرائيلي هم يقولون أن في حال اندلاع حرب شاملة مع لبنان ستكون الخسائر كبيرة جدا بالأرواح، بالعتاد، بمراكز حيوية. هناك عملية عسكرية ستشكل رعبا للشمال الإسرائيلي فيما لو حصلت الحرب الشاملة، وهذا ما يقوله جنرالات الجيش الإسرائيلي. نعم هناك قدرة تدميرية لدى الإسرائيلي، يعني قد يدمر كثيرا في لبنان ويلحق أضرارا كبيرة، لكن هي أيضا مدمرة للشمال الإسرائيلي. هناك أضرار كبيرة تفوق ما يتوقعه الإسرائيلي بكثير، هناك كميات كبيرة من الصواريخ ستنطلق باتجاه إسرائيل، هناك صواريخ دقيقة. من جهتها زعمت صحيفة معاريف العبرية أن إسرائيل تترقب شن الحرب على لبنان وسط ضغوط دولية لمنعها. أما هارتس فرأت أنه من الصعب القول إن إسرائيل تتوجه للقتال في الشمال، إلا أن ثمة خطراً من أن يقرب الاستعراض المبالغ فيه لقدرات الجيش الإسرائيلي الحرب الشاملة. يأتي ذلك في ظل تزايد عمليات الحزب النوعية والعميقة، وآخرها الهجوم الذي شنه بمسيرة متفجرة بعمق 70 كيلومتر في داخل فلسطين المحتلة انفجرت في منطقة قريبة من الناصرة، وهذا ما يعتبر الهجوم الأعمق لحزب الله. حزب الله تعلم من تجاربه السابقة ونجح في معرفة مراكز العدو، نجح أولا في إعماء العدو بشكل تكتيكي، يعني عندما كانوا يتحدثون عن قصف أعمدة على الشريط الحدودي هي لم تكن بالحقيقة قصف مجرد استهداف لأعمدة، كانت عملية إعماء مهمة جدا. النقطة الأهم دائما في أي حرب هي الاستطلاع وكشف تحركات العدو ومراقبة الجبهة، عندما يصبح العدو أعمى في هذا المجال إذن هذا يفسح المجال لرجال المقاومة بالاقتراب إلى الشريط، ونجحت المقاومة في استهداف القبة الحديدية أكثر من مرة. هذه ضربة مؤلمة جدا، الآن باتت يعني الأهداف والمراكز الإسرائيلية في العمق مكشوفة، قيادات المنطقة الشمالية، مراكز وقيادات الألوية، تجمعات العدو، مطارات العدو أيضا التي لم يستهدفها بعد حزب الله لكنها في مرمى نيرانه.
بحسب مصادر متابعة، فإن الحرب المقبلة بين لبنان وإسرائيل سواء حصلت الآن أو بعد سنوات فهي لن تكون كسابقاتها، وقد تؤدي إلى اشتعال المنطقة بأكملها. فهل نحن مقبلون على حرب عالمية تندلع شرارتها في لبنان؟